لكم صحا الدور ديالها موكول. تفعيلا للخطه الامنيه بتأمين احتفالات راس السنه الميلاديه، اتخذت ولايه امن تطوان مجموعه من التدابير الامنيه الاحترازيه اللازمه استعدادا لاستقبال احتفالات راس السنه، وسيكون هناك انتشار بكافة أرجاء المدينة خاصة النقط الحساسة، وأيضا بعض المنشآت، بعض الأسواق الكبيرة، أماكن العبادة، لتأمين المواطنين في ممتلكاتهم. ولقد شرعنا في وضع الترتيبات الأمنية متعلقة باحتفالات رأس السنة منذ بداية الأسبوع الماضي بجميع المدن التابعة لولاية أمن تطوان، حيث ركزنا في خطتنا على ضمان تغطية أمنية ظاهرة وفعالة بمختلف الأحياء والمحاور الرئيسية، وكذا أماكن تجمع المواطنين. وابتداء من اليوم سنعمل على تدعيم وتشديد الإجراءات الأمنية بشكل يعمل على ترسيخ الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، والسهر على راحتهم والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، وأيضا التعامل والتصدي لكل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء. وشملت الخطة الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية، وأيضا القيام بالانتشار السريع بكافة المحاور. كما تم الاستعانة بالكلاب المدربة خاصة السدود وبعض الأماكن الحساسة. تم تنصيب 4 سدود، جوج سدود، واحد عند مخرج مدينة طنجة، واحد عند مخرج مدينة الشاون، واحد عند مخرج المضيق، وواحد في طريق أصلة وادلو. إمكانيات تم توظيفها بمناسبة الاحتفالات. بالنسبة لتطوان المركز تم توظيف 540 عنصر بين مدني وعناصر الزي. فيما يخص المضيق تم توظيف أيضا 121 عنصر بين مدني وعناصر الزي الرسمي. يمكنكم نظرا للاحتفالات خاصة تتركز حول مدينة المضيق، يمكنكم الانتقال وانتقال مع الشرطيين ومع النجدات قصد أيام بتغطية شاملة لاحتفالات المذكورة. كما أن الفنادق تم تعزيزها ب 126 عنصر نظرا لقربها من المركز الحدودي، زيادة على أن بعض المواطنين هي أمها للتبضع. فيما يخص مرتيل تم تعزيزها 108 عنصر، سيقومون بدورهم في تأمين نهاية السنة على أحسن الأحوال.